السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. في هذا الفيديو هو فيديو لمراجعة منتجات وصلتنا من عند موقع نيوشيك. الاشارة هو سبونسور ديال هذا الفيديو. هذا موقع كيحتفل اليوم بثلاث سنوات من تأسيس شركة نيوشيك. دخلت لهذا الموقع غير باش نشوف شي حوايج عجبوني، حيت اللي عجبني بزاف في هذا الموقع انه كتوصل تخفيضات بعض المرات حتى ل 50%. دومونديت على شي حوايج غادي يجوني، واني ملي عرفوا عندي قناه وبغيت نتواصل معاهم صيفطوا لي هدايا غادي نعرفوا شنو هي. واني قبل من داك الشيء غادي نخليكم مع واحد الفيديو قصير كيشرح لكم شكون هي هاد الشركه. نتلاقاو من بعد. السلام. المهم هاد الناس هادو شوم باقيين تيستخدموا ميكا اخوان، مابقاوش صيفطوا لنا ميكا، راه ما بقاتش صالحه في المغرب، مابقيتش كنستخدمها في المغرب. المهم حلوا هاد العجب هذا. سير سير بشوية سير، هادشي ولا كيعصبني. سير ما ديوش على صوتي الاخوان، راه دازت عليا، راه كنت مريض، راه ضربني البرد والحلاقه مطاحوا عليا ودنيه. المهم قصه طويله، مابغيتش نبقى نشكي عليكم، كل الله يسر. شوف شوف هادشي، شادشي هذا. المهم حيد علينا هادشي، اجي نحيد هاد السكوتش هذا. هادشي مغلف مزيانه، ما عنديش الطفار مشكل. سير سير حلو ببطء. نعم سيدي، نعم لالا. هادشي كيتلصق شي في شكل. المهم سلك ما بغاش يتحل، غادي تصبروا معنا، صبروا معنا واحد شويه وغادي يتحل ان شاء الله. مشيو حنا عبد العقل عبد التبات، هادشي بدا كيعصب هادشي. المهم ما نتوما ما تعصبوش، ما تعصبوش غير بشويه غنحاولوا معاه غير بالعقل. من الاحسن تستخدموا بعض المرات القوه، حيت كاين شي سكوتش لي راسو قاصح. اخيرا 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 غادي نكتشفوا شنو هي هاد الهديه، شنو صنع. واو واو، هادي ربما ساعة اليد، ساعة رجالية. عزيز عليا هاد اللعيبة هادي، ما كنبقى نلعب بيها في هادوك الطرطاقات، ويني دابا مخصنيش نلعب، دابا خصني نديرو مراجعة للمنتوج. انا مازال يعني كتر السكوتش، عارفين بلي المغاربة فيهم شوية ديال القوال، بنهم يكتر لهم سكوتش. اخيرا واو واو، عزاز عليا هاد الماكن هادو. هاد المكنة اختاريتها باللون شكلاطي كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نحاول نجبدها باش تشوفوها. الى دخلتوا الرابط اللي غادي يكون اسفل الفيديو غادي تلقاوني، يعني حاط لكم الرابط ديال اللي بغى يدخل يشوف هاد المكنة. راه فيها كاين اللون البني واللون الاسود واللون شوكولات، يعني مع شوكولا بالعربيه هو داك الشوكولا. عجبوني فيها هاد الكروات هادو، كيفاش الديزاين ديالها. الطول ديال هاد الساعه كيبلغ 24 سنتيمتر، العرض ديالها 5.2 سنتيمتر، الصمطه اللي لتحت فيها 2 سنتيمتر، الوزن ديالها كيبلغ حوالي 55 غرام. المواد اللي كاينه فيها كاين جلد وسبيكه والزاج. الثمن ديالها مناسب جدا، وراه واصل دابا التخفيض مع هاد الايام هادي كيحتفلوا بعيد ميلاد الشركه ديالهم. كيوصل التخفيض حتى ل 50%، يعني ما كان الرجال بعدا مستلع شي حاجه واعره واعره زوينه، انا بعدا عجبتني. المهم ملي كتكون مكانه كبيره كتكون زوينه وخدامه عمرش، حيت لا اللعيبه بان صافي خدامه عمرش، خاصني نركبها فيدي. واو، جات مع الخاتم النيت، لوز لوز، يا سلام. ندوزو دابا البلاستيكا البيضاء. هاد البلاستيكا هذا في شكل، المهم كيف العادة لا تريسا، غادي نتعاملو كيف ما تعاملنا المرة الأولى غير بالعقل وببطء، بشكل لطيف جميل زوين.
أوه هذا الشيء كبير، هذا الشيء كبير. غادي نحلو تاني بالعقل. هاد السكوتش هذا خواه ظريف ولد الناس، حسيت بيه. شوف 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 شو، يا سلام شو يا سلام. ما كتلقاش. اوه نظارات، نظارات شمسية باللون اللي انا كنحماق عليه، اللون الزرق، كنحماق على هذا اللون هذا. غادي نحلوه كيف ما قلنا بالعقل، متسوق باغي يشوفه حتى دو هاد النظارات. انا شفت الصور ديالهم وعجبوني، عجبني الكادر ديالهم بزاف. المهم كما قلنا بالعقل، على العقل. اوه يا سلام يا سلام، هادو هما النظارات ديالنا، نظارات للرجال والنساء. طول العدسة 5 سنتيمتر، طول الإطار 13.6 سنتيمتر، وساق النظارة 14 سنتيمتر. بالنسبة للحماية فهي 100%. الألوان كاين سيلفر بلاك، البلو، الجولدن، اليوبارد، والجولدن بلاك. واللي عجبني بزاف هي هاد اللعيبة اللي كاينة في الجن، تحميك من البرد والعواصف والغبرة. المهم الحماية كترنا واقيلا. صراحة عجبوني، عجبوني هاد النظارة بزاف. غادي تدخلوا الموقع اللي غادي نخلي لكم في الوصف، غادي تشوفوا باللي راه الثمن، الثمن راه خيالي. الثمن دابا اللي وصل ليه راه ثمن راه خيالي. و انا عجبوني هاد النظاظر، عجبوني هاد النظاظر. هادو هما التخزوزات. المهم صراحة عجبوني النظاظر بزاف، عجبوني بزاف، بالاخص هاد التويشيات اللي عندهم في الجن عجبوني، كيبينوا لك كدا. والمكانة، المكانة مستلة. غادي نخلي لكم رابط اللي بغى ياخد هاد المكانة. كاين كما قلنا اللون الاسود، كاين اللون الشوكولاتي، كاين البني، هادي تيديروها الرجال والبنات. وكاين الوان فيها، انا عزيز عليا اللون الزرق والاحمر والكحل. دخلوا، اللي ما بغاش كاع يشري كما تقولوا، اللي ما يشري يتنزه. دخلوا كاين، خليت لكم رابط للحواسيب اللي عندهم الهواتف يبغوا يدخلوا بها يدخلوا. اللي باغي يتقيد يدخل على الرابط اللي غادي نديرو، يعني ديال الموقع، يدخل ويتقيد على الاسم ديالي، راه غادي يقدروا يعطيو هدايا، تقدر تربح واحد الهدايا يعني بحال هذا الشكل هذا الا تسجلتي تما. اليوتيوبرز الاخرين تقدروا تدخلوا تواصلوا معاهم، ديروا معاهم شراكات. دخلوا كذلك على الموقع اللي غادي يكون لتحت. اللي باغي يشري يحاول يزرب في هذه الايام، راه كيحتفلوا ب3 سنوات المرور ديال الشركه ديالهم، راه دايرين تخفيضات. راه الحماق، راه الحماق، راه انا دابا كنصور، تصوروا وغادي ندخل وغادي نقلب، راه كاين شي سلعه اللي دابا غادي يعني تتسوى مثلا 100 اورو، غادي نلقاوها دابا تقريبا شحال، غادي توصل ل 10، 10 اورو و5 اورو، شي حوايج ديال الحماق. وقلبت صراحه، درت مقارنات، يعني مثلا الثمن ديال هاد النظاظر صراحه درتهم في هاد الموقع ودرتهم في موقع اخر بلا ما نذكر الاسماء ديال المواقع الاخرى، لقيتهم زايدين الثمن. هاد الموقع صراحه كيتعامل زوين وكيبقاو يتراسلوا معاك في الواتساب، يعني تيتعامل بواحد الاحترافيه. المهم وهاد الفيديو ما تنساوش ديروا جمع الفيديو، بارطاجيو الفيديو، ودخلوا كذلك على الموقع ديالهم، شوفوا السلعه ديالهم. علاش لا، كما قلت لكم اللي ما شري يتنزه. ديروا الاشتراك على القناه. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.